مرحبا أحبتي، سعيدة بأني ألتقيكم مرة أخرى بالنسخة الأصلية. نسختي الأصلية لهذا الأسبوع هي إيقونة لبنانية عربية مهمة ومتميزة معي ضيفتي الكريمة المطربة أميمة خليل. مرحبا بيش بالعراق ست أميمة، نورتي. يا أهلا فيكم، شكرا جزيلا. يعني أول زيارة إلي للعراق، وتشرفت الحقيقة، والمناسبة عزيزة كتير علي، وكمان بيشرفني أن يكون معك اليوم. شرفتيني على المستوى الشخصي وأكيد بالبرنامج كذلك. طبعا يهمني أنه أسألك يعني في بداية الحوار، شلون شفتي العراق؟ شلون تعرفتي على الناس والأهل وأنت وسط أهلك وأحبابك أكيد؟ في يقول أنه بده شوية وقت الواحد لحتى يستوعب هو وين. يعني بحس مرات أنه يعني ممكن يكون هيك المتنبي عم بيشوفني مثلا، عم يطلع علي. أنا بأرض الشعراء يعني، وأرض الشعر شغلي مش هينة، تاريخ الحضارة. بصراحة ما استوعبت أنا وين، يعني لأنه دغري بموضوع الشغل والمناسبة اللي أنا جاية كرمالها. بعدني شوي هيك بحس بدي وقت لحتى استوعب، بس ما في شك انه يعني حرارة اللقاء فيكم وترحابكم وكرم هيك ضيافتكم والأخلاق شغلي ما بيشوفها الواحد كل يوم، وما بيشوفها بأي بلد آخر. وأكيد أنت لطالما يعني جاية بزيارة لبلد المثقفين، بلد الشعراء، بلد يعني كذلك أنت صوت مثقف وواعي ومتميز أكيد. البارحة أنا سمعت يعني شيء من صوتك، عذوبة الصوت وهذه المنطقة اللي أنت ماخذة يعني نفسك فيها حقيقة، هو هذا اللي ما يميزك عن اللي نشوفه ونسمعه بهذا العصر. يهمنا نسمع عن سيرتك يعني الذاتية، نريد نعرف عنك أكثر، يهمنا أنه نتعرف أكثر والجمهور أيضا يعرف عنك أكثر. الجيل يعني هذا الجيل الواعي، الجيل الجميل اللي الناس حقيقة الناس صارت يعني يهمها أنه تسمع عنهم أو تسمع أصواتهم. نعم، أنا الشخص خلقت معي موهبة، ربنا حط في موهبة الصوت، وكان عندي الحظ الكبير انه والدي اللي هو مدرس يركض قدامي حتى يلاقي لي مكان على خريطة الغناء العربي. فكان لقائي بمؤلف موسيقي وعازف عود اسمه مارسيل خليفة. وكان مارسيل يعني خريج المعهد. هذه أي عام ست أميمة؟ بال 75. أنت كان عمرك 12 سنة؟ سبع سنين كان عمري. لما احترفت مع مارسيل كان عمري 12، وطبعا يعني صارت هيدي التجربة، احترفت وقدمني للناس بأغاني الخاصة، يعني ما طلعت ببرنامج هواة وما غنيت أغاني أحد غيري. الآن أنا يعني عمر كثير مبكر، حتى الصوت ما كان مستقر ولا طبعاً ناضج طبعاً لسه، يعني أكيد يختلف مبكر. بعد ال 18 طبعا يختلف، أكيد بعد ال 15 ممكن الصوتية، والأكيد تختلف بعد ال 15 ممكن يختلف، بس نعم. أنا يعني ما خانني هيدا الصوت ولا يوم. طبعا وجودي بفرقه الميادين مع مارسيل خليفه كان يعني ورشه دائمه، وترحال وسفر ومسارح مختلفه وامكنه متواضعه. كنا نقصد يعني الجمهور الى اماكن مثل المخيمات، مثل قرى صغيره في العالم العربي، وايضا غنيت على مسارح كبيره ودور اوبرا كثيره بالعالم. فيعني هذه التجربة أخذت أو كرست فكرة الفن اللي أنا ربيت عليها ببيت أهلي، واللي هي بذاكرتي واللي هي بوجداني، إنه الفن للناس والفن رسائل. ما فينا نجرد الفنون من مضمونها حتى نتسلى فيها فقط، بل الفن بجديته هو مسلي. فأنا بهالمكان
يعني من وقت كان عمري 12 سنة وأنا بهالمكان اللي هو بدنا نقدم مضمون بيمس الناس وبيحكي عن الناس وبأشكال مرتبة ومحترمة تليق بالمستمع العربي أو حالك المشاهد. أنك مسؤولة يعني أو حاملة هذا الهم من البدايات بالضبط، أنه أنا أقدم هذه النوعية من الفنون أو هذا النوع من الفن الراقي نعم، المثقف اللي ما ينسحب إلى واللي بيحكي عن الناس أهم نعم شيء، أهم شيء أنه يحكي عن الناس ويواكبهم يعني يضوي بمحلات شمعة، لأنه يعني بتعرفي نحن مرقنا بظروف كتير صعبة، كان عندنا حرب أهلية بالوقت اللي أنا احترفت الغناء، في أصعب الظروف بدأتي يعني في أصعب الظروف، فكان وشخصيتي الحقيقة يعني هي شخصية هيك جدية ومسؤولة، وبفتكر هيدا عنصر وعامل أساسي اللي خلى مارسيل خليفة يعني يكون عنده هيك ثقة بحضوري بمسيرته. طيب تعتقدي انه هذا النوع من الفن بلش تقل جماهيريته يعني بسبب يعني الانماط المتعدده، الاشكال المختلفه اللي تقدمت بالاونه الاخيره الان غنائيا يعني؟ والله ما في شك انه بقى يعني في تحول صار، وخصوصا بعد السوشيال ميديا، يعني انا لما ابتديت كان في كاسات، صحيح، وبعد الكاسات صار في التلفزيون والفيديو كليب، فأنا فتت بهالمكان، وطبعا أني مني يعني مخضرمة ولكني لست يعني بهذا الكبر من السن يعني، فالمقاربة اختلفت كمان بس مع تجاربك كانت ناضجة أكيد، أكيد بدأتي مع شخصيات أكيد يعني واعية استفدتي من عندها، نعم، طغت على شخصيتك أكيد وأثرت أكيد، عليها بس نعم بسن مبكر كانت هذه نعم البدايات، فاللي بيتيح لإلي أني أتأقلم وأستوعب شو عم بيصير هيك بالإعلام، يعني في تحول، وفي حالياً السوشيال ميديا، وما في شك انه السوشيال ميديا بدها مقاربه مختلفه عن الفيديو كليب وعن التلفزيون وعن السينما وعن كل هودي اي الاشياء، تختلف تماما طبعا ايقاعها نعم بالضبط، يعني هي معادله صعبه الحقيقه، وبدها ذكاء، بدها ذكاء، انا يعني ما لا ادعي انه انا وصلت لاني اعرف شو هي هذه المعادله بين انه الواحد يقدم فن جاد ومحترم وبين انه يكون منتشر انتشار فظيع يعني بالعالم، فهيدي المعادله انا يعني بسعى اني ببعض اواكب واحافظ بالضبط أي أي بالضبط، وشغلي منها هيني منها أي هيني. طبعا مو سهله اكيد، تحدثنا كذلك عنها مع ضيفنا استاذ زاهي وهبي ايوه ايضا. طيب انا يهمني اسال، كطفله ببداياتك وصرتي نجمه، اصبحتي نجمه وغنيتي على مسارح واخذتي فرص مهمه، هل هذا اخذ من الطفوله او افقدك جزء من الطفوله؟ كثيرا كثيرا يا ايناس، يعني انا صحيح انه جديه اكيد جديه، بس بتذكر يعني هل حمل هيدا اللي انا حملته انه الاغنيه الجاده الملتزمه كان بمحلات يعني بحس انه مش مسموح نروح نتسلى بالوقت اللي عندنا فراغ، ما عندنا حفله، يعني هن الكبار حابين يروحوا، انا كنت الاصغر فحابين يروحوا مكان يرقصوا او مكان يسهروا يعني هيك مع بعضهم شويه لهو، انا انه لا ممنوع، كل شيء محسوب طبعا، كان كل الفنان كل شيء طبعاً محسوب طبعا صح طبعا صح كل شيء وعليه محسوب، نعم. فانا يعني كثير كنت هيك حامله الرساله بشكل كثير جدي وكثير هيك ولا زلتي حامله حاد الرساله يعني بشكل جدي محافظه على بس كنت حدي اكثر انا وصغيره، والله كنت انا احس يزداد اكثر ها ولا هلا اخف؟ لا هلا صار في شويه خبره ودبلوماسيه يعني، بس بالاول كنت كثير حدي انه لا ما بتروحوا على هذا المكان، ما ممنوع، نحن عندنا رساله، نحن يعني كنت في مرحله بناء يعني بناء للشخصيه في هذا المجال بالضبط، يعني 14 سنه و15 سنه و16 سنه كثير ما بعرف شيء بعد يعني من الحياه، بس كنت انه بدي افرض رايي، ف
بيضحك شوي الموضوع. لا لا، ما هو كان السلوك الحياتي مهم للفنان، لذلك يكون كل شيء محسوب انه على المستوى الشخصي وعلى مستوى الفني. بالضبط. لذلك لما تبنين نفسك، تبنين نفسك يعني انسانيا وفنيا في نفس الوقت. بالضبط. وما في شك انه متابعه مارسيل لي وكانت مسؤوليته، يعني انا بعيده عن اهلي، مراهقه مع فرقه اكثريه العناصر بهالفرقه هني رجال يعني. نعم. فكان انا هذا الشخص اللي عطول عابس وعطول هيك يعني حاضر، انه ما بينحكى ولا كلمه برات الطريق معي، يعني انه يقولوا له لمارسيل شو هاي أميمة، يعني لو معها فرد كانت بتقوصنا. انه كثير، فيمكن كان نوع من الحماية، أو أنه يعني أنا عم دافع عن الخوف والحرص. نعم بالضبط. نعم. فكان يعني حرصي هيك، وكان حرص مارسيل حقيقة علي كمان. كان مبالغ فيه لحد ما. ليس مبالغ فيه بالعكس، بس يعني كان بمحلات يراقبني، وين بحكي، مع مين بحكي، شو بحكي. فكنت يعني كيف تهربي من أهلي؟ كان هو مهتم أنه يبني مشروع نجمة. نعم بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. وكان كمان مسؤولية إنسان. أكيد. إنسان يعني كأنه ولده يعني عم بيربيه. تذكرين أول أغنية غنيتيها؟ كمحترفة؟ يعني أول أغنية سمعوها من عصفور. عصفور. طيب نسمعها العصفور؟ نسمعها؟ عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو. قلت له انت من وين؟ قال لي من حدود السماء. قلت له جاي من وين؟ قال لي من بيت الجيران. قلت له خايف من مين؟ قال لي من القفص هربان. قلت له ريشاتك وين؟ قال لي فرفطها الزمان. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو. تسلمي تسلمي ويسلم لي هذا الصوت. تسلمي. شكرا. طبعا نونو هي البنت الصغيرة يعني، فكانت تحكي عن الحرية هذه الأغنية، وبتحكي يعني بصوت طفلة أقحمت في حروب الكبار يعني. بس صوتك أخذني إلى منطقة السيدة الكبيرة فيروز طبعا. أكيد. يعني أنت تشعرين حالك أنه امتداد للسيدة فيروز وفنها وإبداعها؟ على المستوى التراكم الشغل أو هيك تتقاطع يمكن أفكار الفن اللي نحن منقدمه بمكان ما أو بشكل أو بآخر تتقاطع، إنما امتداد ممكن يكون امتداد للرسالة في الفن، إنما يعني تجربتين مختلفتين كلياً. كانت فيروز تقدم مسرح غنائي، وكان كل لا أنا أحكي عن روحية. طبعاً روحية تشبه طبعاً روحية السيدة طبعاً فيروز. نعم. يعني هو إذا بدك باختصار، صوت فيروز هو اللي شكل فكرة الوطن بالنسبة لنا، لأنه حتى اليوم الوطن ضائع منا. نحن يعني لم يعني نولد في وطن، ولم نبني هذا الوطن، ولم نجده بعد إلا من خلال ملامح الوطن، من خلال صوت فيروز. فيروز نعم. هو بالنسبة لنا وطن، وأنا كمغني صوت فيروز الشحرورة وديع الصافي طبعاً كتار. نعم نعم. إنما صوت فيروز بالنسبة لي هو البوصلة في الغناء، يعني أنا هذا رأيي الشخصي. إنما عناصر هو بوصلة يعني بالفعل، عناصر مختلفة بتجربة سيدة فيروز وبتجربتي. وما فينا ننسى كمان إنه كل ما كان يقدم وكل المواهب وكل الإمكانيات كانت مسخرة لصوت فيروز،
فيعني لما تتوافر هذه الشروط هون وهون بصير يمكن فينا نقول يعني هو امتداد أو هو يعني ممكن يكون نعمل مقارنة. يعني ما توفرت لش إمكانيات؟ كلا كلا لا، يعني إمكانيات كبيرة كانت موجودة قدامي لكن يعني أنا كنت عنصر من عناصر التجربة اللي هي تجربة شخص موسيقي اسمه مارسيل خليفة. لم أكن أنا هذه التجربة، يعني لم أكن أنا موضوع هذه التجربة، أنا كنت عمود من يعني العواميد المؤسسة لهذه التجربة. إنما لم يعني ليس كل شيء في هذه التجربة هو كتب لي أو خصص لي أو ألف موسيقيا لي. يعني كنت جزء من هذه الفرقة، فبالتالي يعني أخذ منك نقول أو فقد الجزء من يعني من جماهيرية من كلا، كانت جماهيرية كبيرة كتير، وكنت على المسرح يعني نتقاسم أوقات، يعني حتى الميزان يميل دفته لصالحي، أنا أغني على المسرح أكثر من مارسيل. إلى أن تزوجت من موسيقي، وبعد 5 سنوات من الزواج بالصدفة هيك عم بيسمعني شغلة عملها، وهي زوروني لسيد درويش، قال لي اسمعي أميمة شو رأيك ممكن تغني هيك؟ فحبيت كتير، وبنينا تجربة بناء على هالمقطع اللي سمعني من زوروني. ومن 2000 وأنا بشتغل أنا وزوجي هاني سبليني. تحياتنا إلى طبعا. بال 97 قدمتيها صح ولا بال 2000 بس بال 97 بلشتي تستقلي يعني بشغلك بالضبط. بال 97 سنة اللي خلق ابني، يعني كانت هيك بداية أو انطلاقة جديدة أو استراحة هيك لحتى أعمل انطلاقة جديدة، أو لحتى أفكر أنه أنا أوكي صار لي سنتين بالبيت، الحمل والولادة بعدين، وإني يكون قدامه حد وعم بربي له الصبي بعدين. بهيدا الوقت بيصير واحد يفكر إيه، يعني مثل الحجر يعيد حساباته. يعيد نعم حساباته نعم. والحجر هيك عمل كمان بالحجر الصحي. الواحد راح لأماكن بتفكيره بإنجازاته ما كان يفكر فيها لو كان هيك على طول بهاي العجقة وبهاي الورشة. كان محتاج هذا البريك يعني. بالضبط. نعم بالضبط. نعم. طيب نسمع زوروني سيد درويش. شو رأيك؟ زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. رائع. شكرا يا إيناس. يعني هيك يعني هدوء وسكينة، يعني روح بغير عالم حقيقة لما نسمع هذا. ما بعرف، ما بقدر أقول، لأنه هذا الصوت طالع من عندي، ما بقدر أعرف شو أنتوا بتحسوا. أنت أكثر من مرة تقولين أني هذا الصوت طالع من عندي، أنتوا اللي تحسون، يعني انت ما تقدرين تميزين نفسك انه انت صاحبة صوت جميل؟ بلا، بعرف انه عندي امكانيات، ويعني في هيك متانة خليني اقول بتعبيري بصوتي، بس هذا الشيء بيصير يخوف مع الوقت، بيصير يخوف مع العمر يعني، وبيصير الصوت هو كل الجسد، يعني منه هالحنجرة بس، هو إذا يعني ممكن شوكة دقني تأثر عليه، ممكن زعل يصير شيء، يختفي الصوت بعيد الشر، أو يتغير تعبيره، أو يختنق، أو يضيق نفسه، فكله هيدا. كذلك الصوت يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى والتمارين. تغذية صحية تمارين. يحتاج إلى نوم. إلى نوم طبعا وراها. النوم مهم كتير، يعني أنا بالنسبة لي أني نام
أهم بكتير من أني ضبط شكلي قبل ما أطلع على المسرح. يعني إذا الوقت ما بيسمح لي أعمل اثنين فأنا بختار أني نام. وكان ينتقدوني بمرات أنه لأني بغني بدون موسيقى أكابيلا، بدون آلات موسيقية. نعم. فهي مسؤولية كتير كبيرة، ما في آلة تغطي، ما في. فأنا نفضل نام. مرات هيك حدا من رامي ابنه لمارسيل قال لي أميمة شعرك من هون هيك، قال له مش مهم خلاص مهم بدي نام. طيب ما زبطي شوي انه ما في وقت. ما يهمك انه انت تكوني حلوه بقدر ما يكون صوتك حلو طبعا، هو هذا يكون ركيزة مرتاح الاساسيه. اللي انت ويكون حاضر، يكون حاضر عليها. يعني لازم يكون جاهز، لا سيما احنا الان الاهتمام اكثر يعني بالفساتين واطلالاتهم. مهمه الشكل، مهم اكيد مهم، وخصوصا الكاميرا. بس انا عم بحكي بمحل يعني عنا جولة مثلا بأمريكا أو جولة بأوروبا أو جولة بأستراليا، فهذا الشيء بياخد من الجهد وبياخد من الوقت وبياخد تعب 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 كتير، إرهاق مش تعب، أكثر من تعب بكتير، تنقل بالقطارات، تنقل بالطيارات، وقت قليل مرات من الطيارة على المسرح للاستراحة. فما في وقت واحد صحيح. يعني بها الشنطة الصغيرة اللي هو معه إياها، بده يغير ثيابه بس ما عنده كل شيء لحتى يزبط كل شكله. الحديث مع جنابك حقيقة حلو وممتع جدا، بس أنا مضطرة أروح فاصل ونرجع نكمل. لنا عودة أحبتي مع ضيفتنا الإيقونة حقيقة، جمال الصوت وعذوبة الحديث والشعور، السيدة أميمة خليل. مرة أخرى مرحبا بيك بالعراق وسط أهلك وناسك. ما أعرف أميمة، بعد انفصالك عن فرقة ميادين. نعم الميادين. الميادين نعم. كم ألبوم قدمتي؟ بتصدقي أنا ما بعد، بس هلأ فيني أعدلك ياهن. 7 تقريبا؟ خمس ألبومات، 5 ألبومات أو 7. أنت عديتي يبدو. طبعا احنا عملنا عملت يعني بحث جيد عنك. طبعا طيب خلاص، فاذا 7 اي بس الناس اللي تسمع طبعا تعرف. بس ما تشعرين انه هذا قليل يعني بعد طبعاً. هذا العمر والتجربه ونجاحاتك اللي قدمتيها قليل. يعني ما تحسين انه هي قليله غير كافيه؟ بلا الحقيقه قليل قليل. بس يعني انا ما بدق ابواب شركات الانتاج، وصعب لحتى يعني تجمعي شويه مصاري تعملي فيهم البوم. بدك وقت شوي طويل يعني 2-3 سنين لحتى ترجعي تجمعي مصاري لحتى ترجعي تعملي البوم. بس من المنتجين يعني مهتمين بهذا اللون من الغناء. ممكن بس انا ما حضيت فيهم. في عندي صديق بس لبناني اسمه عدنان حموره، انتج لي عمل اسمه زمن بال 2013، والباقي كله. وتوفقتي فيه صح؟ كثير كثير. وهو بدايتي مع هاني زوجي كانت بال 2000 بالبوم كان فيها حبيبي تعالى. نعم. بتوزيع جديد لهاني اللي عمل التوزيع. فكانت هيت يعني، وكان في مقطوعة اسمها مزاج هي بس فوكاليز يعني ما فيها كلام. وبتذكر انه بوقتها انا رفضت اني غنيها، انه كيف يعني بغني محمود درويش وبغني طلال حيدر وبغني محمد العبد الله وبغني هنري صغيب، فكيف بدي اقول بس يعني. فقال لي هاني سجليها واذا ما حبيتيها منشيلها. وإذ مزاج تعمل هيت مش بس بلبنان، بأوروبا كل الشبيبة مسموعة طبعا. كل الشبيبة عم ترقص على مزاج. يلا خلينا نسمعها هسه احنا. يعني صعب شوي صعب نسمعها مزاج لأنه بس هي بس من الألبوم. أنت كما ترغبين من الألبوم. من الألبوم كان في بتحكي شوي قصتي أنا وهاني. مرات مدري كيف
كون غرقاني غرقاني بشغل البيت، عم رتب تيابي عم رتب تيابي، ومرات مدري كيف كون عم بحكي مع صحابي، أو فاتحة كتابي بشوفك ما بعرف كيف بشوفك، ما بعرف كيف بشوفك، ما بعرف كيف، ما بعرف كيف، ما بعرف، ما بعرف بشوفك، واقف قبالي عم تبتسم، وبقول لحالي عم تبتسم، خلص 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 هيا خلص خلص، هو اللي بدي اياه، مدري كيف مرات مرات مدري كيف. الله، معناها شو نقول نيال الهاني، ها نيال محظوظ هاني. وانا محظوظه الحقيقه، يعني هاني المره الجايه ان شاء الله لما بيجي على العراق لازم يكون معي، وبعرف قديش رح تحبوه. اكيد طبعا انتوا اكيد ثنائي مميز رح تكونوا، هذا بلدكم. الكادر كله يقول لي خليها بس تغني، احنا ما نريدها. شنو اهتمامك بالسوشيال ميديا؟ بلشتي تهتمين فيه ولا بقيتي مقلعة؟ لا بهتم فيه، بهتم فيه مجبرة الحقيقة لما فتت على السوشيال ميديا، لأنه اكتشفت وكتار يقولوا لي، ومنهم مارسيل قال لي طلعي شوفي شو بيحكوا عنك على السوشيال ميديا، عاملين صفحات باسمك. فطلعت على شفت هالصفحات اللي عاملينها باسمي، وإذ كان فيسبوك بعده أول شيء، بلاقي اشياء غريبة عجيبة عم تحكى وتعرض باسمي أنا على الصفحة. فقلت لا ما بيصير، لازم يكون عندي صفحة أنا مسؤولة عنها. ولما جيت اعمل هالصفحه ما يعني كنت، على الاقل ممكن تكذبي خبر او تفندي اشاعه. بالضبط نعم بالضبط، او حط شيء انا بحب اني احطه، مش ممكن لاقي اشياء انا ما بحب اشيائك يعني من خلال بالزبط. فطلعت وصرت مش عم بقدر لاقي اسمي، اكتب اسمي مثل ما لازم اكتبه لانه كله مأخوذ. فاضطريت اني اكتب اسمي بشكل بالاجنبي، أميمة خليل ماخوذ بالعربي، أميمة الخليل ماخوذ بالعربي، أميمة بالفرنساوي او يو ام اي ام ا او يو ام اي جري. على اليوتيوب نعم. على كل شيء. فلقيت الطريقه الوحيده هي او يو ام اي اي ام اي الخليل. تتهجي وصارت فيريفايد على كل حال الصفحه، وطلعت صرت انا مسؤوله عن هالصفحه. وطبعا في ناس كثير وبينطروني، ولما بغيب بيصيروا يسالوا، بكون عم بشتغل. اي ممتاز، من باب التواصل لا مهم كثير، ويفتقدوكي اذا تغيبي عنه وتتاخري. اكيد طبعاً. بس كمان سيف ذو حدين، يعني في كثير اشياء ما بتقدري تقوليها او بدك تلاقي طريقه لحتى تقوليها، تتحفظي عليها احيانا. إيه. بس انا من يعني بجرب قد ما في انه يكونوا الناس على هالبلاتفورمز اللي تابعين لإلي، انه اجمعهم، ما احط محتوى او كلمه او جمله ممكن تخليهم يتناحروا او يصير اراء على صفحتي. فمش هين لا، يعني انت بالتالي تبعثي رسائل اكيد انسانيه وجماليه بعيده عن كل هذا اللي دا يصير، يعني ما لش علاقة لا بالسياسة ولا بكل الأزمات اللي بس في محلات موقف بيهزك كإنساني مش كأميمة الخليل. أنا واجب إنه تتفاعلي أكيد، فبتفاعل وبنت البلد، بس بتفاعل بحرص شديد إنه ما سبب، يعني للأسف يعني نحن صرنا شعوب منقسمة. هلا ما بدنا نفوت بالسياسة، أنت بعيدة عن التصريحات والتغريدات؟ أكيد بعيدة تماما عنها. أكيد في يعني بالشأن اللبناني ما فيني يكون بعيدة، لأنه يعني نحن بمرحلة غير مسبوقة من الحصار بكل يعني مفاتيح العيش الكريم. نحن محاصرين وعنا إقامة جبرية، يعني لا البنك بيعطينا فلوسنا إذا عنا فلوس، ولا بيعطونا كهرباء،
ولا بيعطونا مي، كيف بدنا نعيش؟ استفلوا، دبروا حالكم كيف هتكون تعيشوا. فوضع مأساوي، وما فيني طبعاً. إلا ما أحكي ببعض الأشياء على السوشيال ميديا اللي أنا. وإلى حد ما بتشعري إنه صوتك مسموع؟ طبعاً في محلات مطلوب إني أقول شيء، مطلوب. إذا ما قلت شيء بيكون مستهجن، إنه وينك يا أميمة من اللي عم بيصير. ما غنيتي شيء لبيروت؟ كتير غنيت لبيروت، خلينا نسمع شوي. غنيت كتير لبيروت. يا 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 شوارع بيروت الحرب اليومية، يا مدينة يا مخزن هم، يا هاي صوحشي جمرية، كانوا يتباهوا فيكي يناموا بحضن المرايا، وجوه صفرت عاديكي وانتي ست الصبايا، عز الاهالي اللي وضعن بالي ببيوت جوالي. يا يا بيروت إلى الله آخره. هذا اسمه روعة وإبداع حقيقة حقيقة حقيقة. شكرا يا إيناس. غنيتي لي كبار الشعراء، بس يهمني أنه يعني أقف عند هذه المحطة، أنه غنيتي للشاعر العراقي الكبير السيء. نعم. مش بس غنيت، يعني أنشودة المطر هذه القصيدة بالتحديد أنا درستها. صعبة 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 طبعا صعبة صعبة، يعني هي فاتحة فاتحة النثر في الشعر العربي، ففاتحة الحداثة يعني بالشعر العربي. فدرسناها بالمرحلة التكميلية بالمدرسة، وبيوم في صديق لإلي كان بفرقة الميادين وهو حاليا مؤلف موسيقي كلاسيكي معاصر لبناني اسمه عبد الله المصري، عم بقول له عبد الله مش معقول تخصص في التأليف الموسيقي بروسيا، وعم بقول له مش معقول ما اشتغل انا وياك شيء. فيقول لي ابعثي لي نصوص، وهيك هو مقيم بالكويت. صرت ابعث له، يقول لي لا بدي شيء اكثر اكثر، يعني ما في انا في كل الناس. في يوم انا معي ديوان بدر شاكر السياب وفاتحة على أنشودة المطر، وعم بقول يا الله شو حلوة هالقصيدة، بس صعب كتير واحد يغنيها. بيرن التليفون البيت، هي حتى كقصيدة صعبة يعني مو سهلة قراءتها. بالزبط. طبعا بيرن تليفون البيت، بيطلع عبد الله بيقول لي أميمة أنا عم بلحن شيء، بس تسمعي بدك تركبي جوانح وتطيري. بقول له شو؟ بيقول لي أنشودة المطر لبدر شاكر السياب. شو هذا التخاطر يعني؟ مش معقول. وسكتت لي لحظات، فقال لي وينك أميمة؟ قلت له ايه هون، بس عبد الله الديوان بايدي وما بصدق انه انت عم تقول هالحكي. فسمعت شو كاتب عبد الله، طبعا تأليف معاصر ليس اوبرالي، انما بيطل بشكل يعني في تعبير الاوبرالي ببعض المقاطع، وفي هيدا الصوت اللي بيسموه بالميكست، يعني مضطرة أنا أمزج بين صوت اللي نحن منغني فيه العرب اللي هو صوت الصدر وصوت الرأس اللي هو بيستعملوه بالأوبرا. فالموسيقى على هالأنشودة عملت منها مطر آخر، عملت منها قصيدة أخرى. ما بقدر اشرح كتير، بس هي بدكم تسمعوها لحتى تعرفوا. بس قدرين تغنين؟ كمان صعب الغناء لانه يعني هي لازم نسمع هذا المقطع، لازم. كتير صعبة. بتقول بمحل، هو هيدا يمكن المقطع اللي اجمل بالنسبة لإلي. بتقول كان شوة الطفل إذا خاف من القمر كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم
وقطرة ترى فقطرة تيري تيري تذوب في المطر إلى آخره. وكركر الأطفال، يعني كثير مؤلف صعب، كثير صعب صعب، صعب، كثير مؤلف صعب. بين الأوبرا وبين العربي، ومحطة مهمة كثير بمسيرتي، لا لا، وهذه مو أي كثير واحد يغنيها طبعا، صعب جدا أكيد يا مو أي إيناس، واحد يغنيها. صعب جدا. وبتمنى انه هيك تسمعيها برواق بوقتك، تلاقي وقت. طيب، حضورك الآن إلى العراق، زيارتك يعني، هي بناء على دعوة تقدمت من دار باب للثقافات، شاف الدكتور علي الشلاه، طبعا لحضورك إلى حفل تأبين شاعرنا الكبير ووجعنا الأكبر مظفر النواب. نعم. فحدثيني عن هذا الحضور، يهمنا نسمع. وبنفس الوقت هم فكرتي تغني لمظفر النواب شيء؟ أكيد فكرت، أكيد فكرت، بس مش دايما بيتوفق الواحد بموسيقي يحس مثل ما هو حاسس. يعني أنا ما عندي ملكة التأليف الموسيقي أو التلحين، ومضطرة أني أنطر هالملحن أو هالموسيقي لحتى يحب النص اللي أنا بدي إياه ويقدم لي موسيقى عليه. فمش بسهولة الواحد فيه يعمل هذا الموضوع. بتمنى أوصل بمحل أني غني نص من نصوص مظفر النواب. يعني حلو كتير أني أنا موجودة ب يعني ذكرى أو تحية لهالقامة العربية الإنسانية والشعرية بعالمنا العربي. بيشرفني، ما صدقت لما دكتور علي هتفني وقال لي بدنا اياك تكوني موجودة بالأربعينية مظفر النواب. بشرف كتير كبير لإلي اني اجي على العراق لأول زيارة بهالمناسبة تحديدا. نعم. يعني حب غمرني وشرفتوني الحقيقة. ومبارح تقديمي كمان كان كل احترام وكل، يعني شرفتيني يا إيناس بهذا التقديم. الاحتفالية يعني مستواها عالي جدا، وأنا يعني طبعا دكتور علي هيك خليني بلش من هون، هو شخص هالقد غير كيف بيقولوا، يعني منه شو اوف، كيف بيقولوا شو اوف لا لا، مو بالعربي، بحاجة الشو أوف أو الاستعراض منه غير والهذي. استعراضي، نعم. غير استعراضي دكتور علي، وهيدا مفتاح كتير مهم لا، بالنسبة دائما لإلي. مواقفه هادفة وحقيقية، بالضبط. حقيقية. وكيف نعم. بيقعد وكيف بيحكي وكيف بيتوجه للناس، هيدا الخجل ويحط الأمور بمكانها، هذا شيء كتير مهم بالنسبة لإلي لأني أنا هيك. يعني أنا هيدا الشخص اللي بحب لما تشوفيني مش إبهرك بطلتي إنه نبقى إنه واو شو هالطلة، وبعدين لما أحكي تقولي يا ريتنا ما سمعناها يعني عم ما تحكي. سمعناك. إيه، أنا من الناس اللي بحب بس أقرب عليكي وأحكي أنا وياكي، أعرفك أكتشفك، بشكل أعرفك. فدكتور علي صح. من هودي نعم الناس، نعم دكتور علي من هودي الناس. م-م. وانه يكون منظم طبعا مع فريق عمل دار بابل كلهم هالنوع من المستوى بالمحتوى اللي شفناه امبارح واللي راح نشوفه الليله وبكره، شغلي ما عم نشوفها كثير بقى بعالمنا بالتالي العربي. يعني مظفر النواب هو يستحق. شاعر بالضبط. يعني مو بس عراقي، عراقي عربي، وقامة كبيرة يستحق كل هذا الاحتفاء والتقدير. بالضبط بالضبط. أنت سامعة، يعني سامعة شيء من قصائد مظفر النواب المغنات ولا لا؟ المغنات كلا كلا للأسف تقصير. يعني احنا عندنا عراقية، أغاني عراقية يعني اللي غناها أستاذ ياس خضر، يعني عندنا أغاني مهمة علمت وعالقة والله يا إيناس بذاكرة المشاهد. ممكن يكون سامعة بس ما بعرف إنه هذا النص أدعوش إنه لمظفر. تسمعيها، أدعوش إنه تسمعيها أكيد البنفسج. أكيد وحن أكيد. وانا حن أعتقد. وأني هذه رسالة موجهة من خلال برنامجنا يعني جيل الشباب، إنه تقدموا لنا شيء لإقامة
الغناء حقيقة المختلف والمميز. شكرا. السيدة أميمة خليل، وأتمنى تكون من قصائد مظفر النواب، أتمنى. على راسي، يلا يا شباب هموها. أنا يقودني يعني من خلال أجوبتك، يعني يهمني أنه أسألك هذا السؤال، أنه أحيانا لما يقدم المطرب نص، يعني أنت تكوني معجبة بهذا النص على الورق وتقدميه للملحن، الملحن ممكن يتقاطع معك ويقول رأيه أنه أنا هذا غير قادر على تلحين هذا النص الغنائي، طبعا، وبالتالي يمنع أنه أنت تاخذين النص؟ لا يمنع، ما بتوجه لا يعني مو تحديدا عنك، أنا على المطرب بشكل عام. ممكن أو يساهم بتغيير رأيك بالنص؟ أنا لا، بس ممكن للناس التانيين، ما بعرف يعني حسب شو هدفهم، شو الهدف يعني لحتى يعملوا هذا النص. أو بس أنا لما بنقي نص بنقيه لأن حبيته، حسيت في شيء، حسيت إنه أنا كتبته، يعني الملحن له دور يعني بذائقة المطرب نفسه. أكيد أكيد، ممكن يغيرها، ممكن يدخل بيها، طبعا يأثر. طبعا في نص لزاهي وهبي صديقي اسمه أعرف بلادا، مش أنا اللي اخترته، اختاره هاني ولحنه بطريقة اللي أنا حلو كتير النص، بس ذكر مش هيك. ذكر زاهي وهبي باللقاء، ذكر طبعاً. ايه طبعاً ذكر طبعاً. فأعرف بلادا هي كانت أول نص أنا بغني لزاهي، عدت كتير أنا وهاني، وهاني اللي اف مش معقول شو صعبة، ومش معقول ما أصعبك، وكيف بتقشطي للواحد، وكيف بتعملي له إحباط، وانا اقول له لا، انه ليش احباط، انا حاسي لازم اقول غير شيء، في يقول غير شيء، اللي طيب لحني، اقول له مش انا بلحن، ما بعرف لحن، الى ان بيتركها فتره طويله هيك وبيرجع لها بعدين يرجع عليه يشوفها ويسمعها. فانا بصير بقول له طيب هون مثلا تعا خلينا شيل كلمه اعرف بلادا، يعني بالاول قول اعرف بلادا، أعرف بلادا واسعة الصدر والخيال، عينها على القمر وبأيدي ناسها بقات زهر. مثلا هاني كان عم بيقول أعرف بلادا واسعة الصدر والخيال، أعرف بلادا حرة واسعة، أعرف زاهي هيك كتبها، بس انا قلت له شيل اعرف بلادا هون، شيل هيدي الكلمه هون، طبعا احكي مع زاهي يعني خلي هو يرتب. بعد ما تاخذوا الاذن اكيد طبعاً. يعني على اساس صياغه الجمله بتكون بالضبط. فرجعنا دخلت كثير، وبتدخل كثير، بتدخل كثير في محلات، بحس انه لا ما فيني انا اقول هيك، يعني لازم غير تعبير. بس مع عبد الله ما تدخلت، عبد الله يعني عمل لي تحدي بمطر، عمل لي تحدي لصوتي بأمكني أنا بالتمارين بستعملها، ما بستعملها بالغناء، بتمرن بالشكل، بتتمرني فيها، بتمرن فيها. ف يعني كثير صعبة. قال لي عبد الله طيب وشو بيصير غني هيك، وإذا غنيتي هيك، فهذا التحدي قلت له رح غني هيك وغنيت. يعني الوقت داهمنا، بس أنا ما أعرف، يعني عندي شغف انه انا اسمع شيء لماجدة رومي بس من خلال صوتك. لماجدة نقدر رومي. نسمع شيء؟ انا بحبها لماجدة رومي، السيدة ماجدة رومي طبعا، كثير بحبها مش شوي، بس اذا في مجال نسمع. الصعيد الشخصي يعني طبعا هيك طبعا، لقائنا على طول الحميم وعلى طبعا رائعة، يعني انا لا يمكن ماجدة اتحاور معك وما اذكر السيدة ماجدة رومي. شو حلو، مع تقديري العالي طبعا لكل فنانين النجوم من خلال من برنامجك ومن خلال شاشتكم، ومن العراق لماجدة الرومي ولريتا مرت عوض خيلة ماجدة، وانا بحبهم كثير، هودي عائلتي الحقيقه. اي نجمه قديره، ما اعرف انا هسه تحدثين هذا اللون طبعا على المستوى الانساني هي والفن. انا يهمني اختم واكمل اسمع شيء، تبقين انت تختمي لي باغنيه للسيده ماجدة رومي. في الختام احبتي، النسخه الاصليه ان شاء الله لنا لقاء الاسبوع القادم. شكرا للسيده أميمة خليل، ونسمع من عندها شيء لماجدة رومي. شكرا يا ايناس. في غنية كثير بحبها لماجدة بتقول كل يغني على ليلى وأنا على ليلي أغني، كل يغني على ليلى
وأنا على ليلي أغني، غني لك آه يا بلدنا، غني لك آه يا بلدنا، آه علي سرقوا أمارات مني. الله 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 الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا.